ما الذي يعنيه فوز أردوغان اليوم؟ ما الذي يعنيه بشكل عام بتقديرك، وخاصة إذا ما نظرنا إلى العراق؟ شكرا أخ أحمد، تحية لك وأسف على النات. حياكم الله، حياكم الله. حقيقة فوز أردوغان أنا أعتقد إلها مدلولات كبيرة بالنسبة للعراق وبالنسبة لتركيا. دعني أتكلم عن تركيا. أنا أعتقد وضع تركيا سوف لن يتغير كثيرا. الفخ الذي وقع فيه بعد تركيا ستكون أمام أزمات حادة جدا، وخاصة من ناحية الاقتصادية والتضخم الهائل وانهيار العملة ستكون أكثر بعد فشل سياسات أردوغان الاقتصادية. سيواجه مجتمع نسبة التقاس أو التقسيم المجتمعي موجود في تركيا حاسم جدا بين الليبراليين المتشددين أو القوميين المتشددين. تغيرت اللوحة، ستكون تركيا مشهد مظلم أكثر مما كان عليها في السابق. أنا أعتقد التدخلات الأقليمية للدور التركي بعد فوز أردوغان راح تزداد، وراح تؤثر أيضا على الحرب الأوكرانية أيضا، لأن مكسب أردوغان بالنسبة للعلاقات الدولية تقريبا تنطي إشارة بأنه الروس سيكون لديهم حليف قوي، بما سيضاف إلى ما قدم لهم في السابق. وتركيا أمام مشهد أنا أعتقد مشاهد الفوز أو الفرح بها سوف لن تدعم. من وجهة نظري الشخصية أنا أعتقد بأنه نحن أمام تركيا منقسمة أكثر مما كانت في السابق. تدخلاتها الأقليمية ستكون أكثر، البعد عن التحالف الأوروبي الأمريكي سيكون أعمق من السابق، لأن تركيا أمام مسؤوليات في سياستها بعد ما اكتشفت بالانتخابات بأنها لم تكن المرشح المفضل لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا الأوروبيين بصورة خاصة. أنا أعتقد أيضا ناتو سيواجه مشاكل عدة بعد أردوغان، سيصر على طلبة برفض انضمام السويد و الفنلندا الى الالتحاق الى الناتو. يعني نحن امام مشهد اكثر تعقيدا من السابق بعد فوز أردوغان. حقيقه تركيا كانت في مازق، اذا يفوز أردوغان لديها نيجاتيف ابروتش، واذا فاز كمان ايضا سيكون نيجاتيف ابروتش وتحديات اخرى. انا التحديات الاقتصاديه بالنسبه لي ستكون اهم. اعتقد بانه الليره التركيه سوف تهبط اكثر، والحقد الداخلي ستزداد أكثر. وبالنسبة للكرد أنا أعتقد لن يغفر لهم أردوغان بأن التحالف الأحزاب الكردية مع خصمه أو غريمه، وكمان لم يبقى لديه من العمر كثيرا حتى يرشح روحه.